مساء الخير وحلقة جديدة وعمار يا مصر. عمار يا مصر اليوم يعني هنتكلم عن الاستثمار وأهمية الصناعة المصرية في مصر، هنتكلم عن مستقبل مصر، مصر الجديدة، مصر المستقبل. ضيفنا وضيفكم المهندس محمد زكريا حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة أعمار المصرية الحديثة للمبات الليد. اهلا بيك يا باشمهندس. يعني الاول بنتكلم عن مستقبل مصر، مصر الجديده، مصر المستقبل. مصر الجميله، مصر المستقبل. ان شاء الله احنا رايحين لطريق كويس بفضل توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا نشجع الاستثمار ونشجع الصناعه والبلاد، وبلدنا مش هتقوم الا بسواعد ابنائها. واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا عندنا شباب واعد، واحنا ورا رئيس في تنميته الصناعيه ومع الدوله. تمام. باشمهندس محمد، لو اتكلمنا عن الصناعه المصريه وانت شايفها ازاي؟ هل وصلنا اللي احنا نبقى دوله صناعيه؟ وايه اللي تقدر الدوله تقدمه لنحن نكون دوله صناعيه؟ احنا ان شاء الله يعني متعشمين في الايام الجايه ان الدوله بتاعتنا زي ما قال فخامة الرئيس هتؤدي الدنيا، بمعنى ان احنا الصناعة ابتدينا نبص لها. تمام. هنتكلم بعام. تمام. احنا الصناعة ابتدينا نتجه اليها. تمام. بتشجيع كل المسؤولين على رؤوس السلطة التنفيذية. تمام. مثل في قبل كده المهندس شريف اسماعيل ودلوقتي معالي الوزير مصطفى مدبولي. تمام. بيشجع الشباب. بيشجع الصناعة. بصراحة أنا شفت معاملة في هيئة التنمية الصناعية رائعة فرع 6 أكتوبر بالأخص، وجهاز بيشجع وبيتعامل مع اللي جاي يستثمر. أنا ما شفت، يعني أنا لفيت دول كتير وكنت مقيم في بعض الدول الخليجية، ما شفتش هذا النظام وهذه المقابلة الجميلة. تمام. فإحنا الصناعة بتاعتنا إن شاء الله بإذن الله على التوجهات والناس الموجودة في سدة الحكم ان شاء الله هنوصل وهنبقى قد الدنيا ان شاء الله. هنتكلم عن شركة اعمار المصرية الحديثة لكن بعد الفاصل. شركة اعمار المصرية. نتكلم عن شركة اعمار المصرية الحديثة. اهلا بك مرة تانية مهندس محمد زكريا. بنتكلم عن بدايات او فكرة انشاء الشركة المصرية الحديثة. والله احنا جات لنا الفكر في الاول، احنا نتكلم بصراحه احنا كنا شغالين في طرق وفي انشاءات وخدت فتره طويله في السفر بره البلد. تمام. وبصراحه لما نظرت وبصيت وشفت توجيهات فخامه الرئيس للشباب والانتاج والصناعه وتشغيل المصانع اللي كانت واقفه بقالها سنين. تمام. فشجعني ان انا اعود للوطن. تمام. اعود لمصر الحبيبه زي ما بيقولوا. وابتدينا نفكر نشوف ايه اللي نقدر نخدم فيه البلد من ناحيه الصناعه. تمام. فانا كمهندس كهرباء اقرب حاجه افكر لها اضاءه. تمام. او كابلات او الاخر. تمام. انا فكرت في الاضاءه. تمام. وشفت ان السوق بتاعنا سوق قوي. سوق له مستقبل وخصوصا في عالم الاضاءه. وكوش رقيه كبيره. وطبعا. واحنا عندنا سوق قوي طبعا. عندنا السوق المصري الناس كلها بس عليه. تمام. احنا ليه اولاد بلدنا ما يبصش للسوق بتاعنا؟ تمام. احنا 100 مليون وما يزيد. وهي نافذه لافريقيا كمان. طبعا. يعني معظم المستثمرين بيجوا يستثمروا في مصر هنا. طبعا. على اساس ان هو ده السوق الافريقي او يعني نقول المنفذ للسوق الافريقي. طبعا. انت منفذ دلوقتي والحاجات اللي بتحصل على عند المنافذ بتاعتك يعني مدعومه بطريقه وفتح اللي بتتفتح بتخليك منطقه واعده. فالصناعه وخصوصا صناعه لمبات الليد. تمام. صناعه واعده في مصر. تمام. واول من بدا بيها فخامه الرئيس في الاول. من الفعل. والله بدانا وقلنا نشيل اللمبات وندفع بالقسط للناس. صحيح. وابتدينا نشجع الناس انهم يشتغلوا ويشتغلوا معانا. تمام. اللي هنبدا بالصناعه. تمام. نشوف الناس اللي شغاله حوالينا بره شغاله ازاي بآليه ايه. تمام. ليه ما نقلش الآليه دي عندنا؟ تمام. ليه ما نقلش الثقافه المنتج؟ صحيح. تصنيع المنتج. صحيح. ان انت تخرج منتج ينافس الخارج مش ينافس الداخل. صحيح. الداخل ما هو ابن بلدك بيشتغل معاك، لكن انت بتفكر رؤيه ابعد من اللي موجوده. بالفعل. انت بتاخد خطوه استباقيه ان انت هتنافس بره. تمام. انا كنت بجيب من بره، لا انا هسمع عندي وهديك انت.
تمام. هذه السياسه او السياسه تبقى متبعه في شركه اعمار المصريه، واحنا لينا يعني طموح ان احنا مش هندي الدول العربيه والدول الافريقيه، احنا يعني بنصدر للعالم. يعني احنا املين ان احنا نصدر خارج الدول العربيه كمان. تمام. يعني ممكن نوصل للدول الاوروبيه بالمنتج وبتوجيهات ومساعدة الناس السادة المسؤولين على سدة الحكم. احنا نوصل لده، بدونهم احنا مش عارف نشتغل، مش عارف. فلابد ان هم يبصوا لنا ويدعمونا. تمام. عشان نقدر، احنا عندنا شباب من افضل الشباب في العالم. تمام. لو اجتهد ولو اشتغل بالفعل، يبقى احنا عندنا القدرة البشرية اللي العالم كله بيحسدك عليها. تمام. يبقى انا اقدر اوصل لمنتج عالمي. مش اقول منتج محلي اشتغل بيه بسواعد ابنائنا. بالفعل كده. باشمهندس محمد، حضرتك مهندس كهرباء طبعا، اكيد اما هتيجي تعمل مصنع لمبات اكيد ليك فكر طبعا ينافس الشركات الاخرى اللي هي موجوده طبعا. ايه الفرق بين المنتج بتاع حضرتك ومنتج الشركات؟ ونافس هم كلهم في زملاء. تمام. وناس كلهم محترمين. تمام. ما اقدرش اقول عليهم شيء. تمام. عاوز مين؟ انا عاوز انافس محلي منتج، عاوز انافس. تعتمد ايه؟ هتعتمد على الجاه. تمام. الثقه. الثقه لازم. الثقه اللي بين المستهلك لازم يبقى في ثقه. ثقه لا ضمان. ضمان. انا بنزل منتج بضمان يبقى لازم انا ملتزم. انا معاك في الثقه بتاعتي. يبقى اقدر اشتغل منتج، هقدر بدل ما انتج 500000 انا انتج مليون. لو 500000 انا انتج مليون. مليون. لان في ثقه عندي. صحيح. المستهلك ثقتي. تمام. وبالتالي هبتدي انتج اكتر. بالفعل. هبتدي اشغل ناس اكتر. بالفعل. يبقى الثقه هبدا نشتغل وننتج، هي ان احنا ثقه المستهلك او تمام. العميل. تمام. باشمهندس انا شايف قدام حضرتك عينات من شغلك وشغل شركه اخرى. نعم. لو حضرتك بس يعني ناخد فكره عن المنتج بتاع حضرتك وايه الفرق بين المنتج ده والمنتج ده، اللي هو احنا مش هنقول ان المنتج ده رديء والمنتج ده كويس. لا احنا قلنا ثقافه. احنا هنقول ان المنتج ده محلي والمنتج ده دولي. تمام. بينافس على الدولي. تمام. فحضرتك تشرح لي ايه الفرق بين ده وده، وازاي العميل يعرف ان المنتج ده الكواليتي عالي. تمام. وان ده الكواليتي بتاعه اقل شويه. تمام. دلوقتي احنا لو بصينا للمنتجات الموجوده في السوق ومقارنه بمنتجنا، هم كل زي ما قلت لحضرتك في الاول، الشركات كلها ناس محترمه، بس هي ثقافه انتاج. يعني في واحد عاوز زي ما حضرتك تفضلت، في واحد عاوز ينافس محليا. تمام. في واحد عاوز ينافس دوليا. بالفعل. انا عاوز اخرج، انا عاوز انا ادي لبلدي واللي يفيد عليا اطلع بيه بره. تمام. اطلع بيه بره لان هبقى واجهه باسم صنعه في مصر. صحيح. واحنا بالتالي وبالتالي معايير الجوده بالنسبه للدوليه غير المحليه طبعا. بالظبط. فانا مشتغل على المعايير الدوليه داخل بلدي، انا بدي ثق لصناعه مصر كامله. صناعه مصريه كامله. بالفعل. انا لما دلوقتي ما اخرج بمنتجي اقول هذا صنعه في مصر. تمام. يبقى احترام. صحيح. للصناعه المصريه. صحيح. اما لما ادخل جوه السوق المحلي، معلش احنا في قلب بعضينا زي ما قلنا. يعني بالفعل. بالفعل. فلا احنا انا بشتغل على منتج وعلى جوده وكان نتاج يعني فريق كامل. صحيح. من الناس المجتهدين. تمام. ان كان مدير التسويق ولا مدير الانتاج ولا. تمام. حتى مدير الشؤون القانونيه، يعني كله اشتغلنا تيم ورك كامل ليال وايام. صحيح. يمكن بنروح، يمكن في ام كنا بنروح فيها استاذ محمد ممكن الساعه 3. تمام. والله الساعه 3 كنا نروح، قعدنا فتره طويله يمكن تعدي 3 اشهر نفضل قاعدين عشان نخرج بهذا المنتج اللي مشرف لبلدك. بس اكيد طبعا التعب ده انا يعني نجاح، والنجاح طبعاً. ده بي بي يعني بي ما بيبقاش بيخلي التعب ده خلاص. طبعا احنا لما وصلنا للمنتج بعد اختبارات، انا وريت حضرتك عينات اللي احنا عملنا عليها الاختبارات. هتقول مش معقول. طبعا. وجبنا الشركات المنافسه دوليا. دوليا. بمقارنه بمنتجنا. حبيت اللي انت برضو تعلى عنهم كمان. يعني تحط البصمه. يعني ست اشهر اللي اشتغلنا فيهم او مقرب سنه. تمام. احنا اشتغلنا ان احنا نفس المحل مش عايزين نفسه. تمام. انا عاوز انافس الدوله. بقيت اجيب المنتج بتاعه، طب ده الخامه بتاعته، طب التركيبه بتاعت البلاستيك، طب الدايه نفسيها. تمام. طب لا البورده، طب لا الدرايف فوق بيعمل مشكله، لا نخلي الدرايف تحت. طب يعني اشتغلنا على المنتج لغايه ما وصلنا لهذا الشكل الجميل اللي طلع يعني. فاحنا كلنا
انا مش اقول انا عملت، عندي الاستاذ محمد يحيى تعب معانا، المهندس هاني تعب معانا، المهندس احمد اسماعيل، الاستاذ ياسر سالم المحامي السوق القانونيه، كله فريق رائع وفريق جميل. تمام. واحنا لقينا قبول غير عادي في السوق. انا مش عاوز اقول لك يعني يعني الملف من الطلبيات والناس اللي عاوزه وكلائنا على مستوى الجمهوريه. تمام. فهنا الثقافه اتغيرت. تمام. ان دلوقتي بقى الناس عاوزه حاجه كويسه برضه. تمام. يهمها الحاجه الجوده، ويهمها الحاجه الجوده تمثل في كلمه حاجه كويسه. والسعر احنا مديناك سعر المحلي. يعني انا مديلك يعني جوده. انت بيهمك يا باشمهندس الجوده والسعر طبعا، يعني مش الجوده بس، لا انت برضو رعيت في المنتج بتاع حضرتك ان يكون برضو السعر مناسب. طبعا انا بنافس السعر المحلي، بديك منتج تمام دولي بسعر محلي. تمام. كل هذا الفريق تعبنا وطبعا بقدم الشكر للاستاذه صفاء رمضان الزوجه طبعا اللي استحمتنا الفتره الصعبه. اكيد. لان فعلا كنا سايبين البيت وهي شايله البيت، وبصراحه يعني ما كانتش مقصره في اي حاجه، وكانت دايما واقفه ورانا. تمام. وبتيجي توجهنا ان هي شكتنا في الشركه. تمام. فانا ببلغها طبعا من الشكر والتقدير. تمام. ودي عادتها مش هتختلف عن كده. واكيد طبعا نجاح الشركه طبعا. طبعا انا بقول لحضرتك انا ما كنتش متخيل لما انزل بمنتج محترم لها هذا قبول. تمام. احنا دلوقتي اللي جايبنا اكتر من الطاقه الانتاجيه بتاعتنا. تمام. كاد ان هي تصل الى ضعف. تمام. الطاقه الانتاجيه ثقه المنتج العميل بعدين ما خد الثقه، والعميل دلوقتي الناس كلها بقت فاهمه في الليد. صحيح. تقول لك ده كام ليمون، كام مش عارف. صحيح. ايه ده الليد مش عارف ايه ده كان الاول بتاعنا. لا كانت اللمبه بتاعتنا البدائيه الاولانيه منور النور اللي عشنا عليها وتربينا كلها عليها. بالفعل. تقعد وخلاص تنجستين العادي. لا دلوقتي كله بيقول لك الليد، وبعدين كله دلوقتي يحط اللمبه وفاتحها ويشوف لك الدايه ويشوف لك الخامه. بقى عنده وعي. في ثقافه طبعا وعنده وعي. تمام. ودي حاجه تشهد للشعب المصري. تمام. يعني غير الشعوب الاخرى. تمام. هنتكلم عن مستقبل شركه اعمار المصرية الحديثة، لكن فاصل وكنا بنتكلم عن مستقبل شركة اعمار المصرية الحديثة. واهلا بيك مرة تانية ضيفنا العزيز مهندس محمد زكريا. لو كلمنا عن فكر المستقبل لشركة اعمار. احنا ان شاء الله باذن الله، وزي ما قلت لحضرتك يمكن في الوقت اللي فات، ان احنا لم تنهض الدول الا بسواعد ابنائها. تمام. طول ما انا معايا ناس وتيم ورك ودوله بتسندني. تمام. انا زي ما قلت لحضرتك هنوصل بالمنتج بتاعنا ان هو يبقى منتج صنع في مصر. صنع في مصر. ده هدف بتاعي. تمام. ان انا المنتج بتاعي يمسكوه في اي دوله في العالم. تمام. يقول لك هذا المنتج صنع في مصر. تمام. هذا شرف لينا كلنا. تمام. نفتخر بيه. ومش هيجي الا دولة دينا. تمام. لو كلمنا عن ده الدولة، وايه اللي عاوزه حضرتك من الدولة على اساس اللي انت توصل بفكرك للعالمية؟ والله دعم الدولة لينا ان هي اولا المادة الخام. توفير المادة الخام لينا. تدينا اراضي نعمل مصانع. تمام. يعني فخامة الرئيس بيدعي بالمصانع. وفرنا المصانع في اكتوبر. وصلنا في مصانع في العاشر كلهم في مكانه. صحيح. انا من هنا من الهرم او من فيصل او من حديقة الهرم اي مكان. او من العاشر او من السادات وفروا المنطقه الصناعيه الظهير بتاعي ان انا اعمل مصنع. صحيح. اشتغل واشغل الشباب. صحيح. انا في الاخر انا دخل عمله صعبه كمان. صحيح. للبلد. ادخل لك عمله صعبه. ما انا ابقى دولي. صحيح. طب ما العمله الصعبه تجي لك لغايه عندك. بالفعل. انت ادعمني. بالفعل. في المنتج، في الخام، في الكهرباء. صحيح. ادعمني في الكهرباء. بالفعل. اسمع ادعمني في الكهرباء. ممكن احنا عندنا كهرباء متوفره. احنا عندنا متوفره يا فندم دلوقتي. ابتدينا نصدر بقى يعني. احنا شفت حضرتك السنين اللي فاتت. كان بيحصل فينا ايه؟ دلوقتي احنا شغالين. مهتم جدا طبعا. محمد الرئيس مهتم وعمل انجازات يعني بتعمل في سنين. اللي عمله هذا الرجل يتعمل في سنين. باشمهندس بصراحه. شايف التاثير جاي منين؟ التأثير من عدم الاهتمام بالشباب شوية. بالشباب. الشباب لازم نبص للشباب. يعني نعمل مراكز تدريب. ما نعملش مراكز تدريب علمية، أنا عاوز عملية. عملية. أنا عاوز واحد فني يجي يشتغل على المكنة بتاع البلاستيك، عارف خام البلاستيك يتحط كذا على كذا بروبليم على نسبة كذا. يطلع الخلطة كده، أنا عاوز هو يشتغل بإيده في دي. تمام.
هنتكلم عن مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف نصنع رجل أعمال شاب. لكن بعد الفاصل شركة إعمار المصرية الحديثة فاصل، وكنا بنتكلم عن مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف نصنع رجل أعمال شاب. أهلا بيك مهندس محمد زكريا مرة تانية. نتكلم عن مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف نصنع رجل أعمال شاب. احنا نصنع رجل أعمال شاب بتوفير جميع الوسائل. احنا عندنا، شوف حضرتك لو حسبت الناس المهندسين بدون مكان في الصناعة، تمام، عدد غير عادي، تمام. لما انا وفر له، احد زي حالات انا كنت بره، قعدت فترة طويلة بره ورجعت، تمام. رجعت ليه؟ لما سمعت فخامة الرئيس بيتكلم عن الشباب وعن رجال الاعمال، تمام، انا معايا فلوس 15 سنة في الورقة، صحيح، ارجع احط فلوسي وابدا اعمل انشاء واعمل واشتغل في مجالي. صحيح. انا مهندس كهرباء، اشتغل كهرباء، بس تعمل لي ايه؟ اديني ارض تسهيلات، صحيح، ما بقولش اديني ببلاش، بس اديني ارض سعرها كويس بتسهيلات، انشئ مصنع، صحيح، انت راجل مهندس يعني هندسه، انشئ مصنع، صحيح، الارض هتاخدها، مش هاخدها تاجر فيها، انا مش هاخد اعمل مصنع واروح اجره اشرف فيه، صحيح، لا انا مش هعمل كده، انا هعمل ايه؟ انا هبني مصنع وهشغل عن 30 40 واحد، صحيح، وبعد كده ابقى 50 واحد، بعد كده ابقى 100 واحد، صح. بس اديني تسهيلات عشان ابقى رجل اعمال ناجح، صحيح. اديني ارض مصنع، تمام، اديني تخفيض في الكهرباء، تمام، اديني خامه، تمام، بسعر كويس، تمام، وخلينا نشتغل، تمام، خلينا نشتغل زي ما الناس شغاله كله. بالفعل هي دي مقومات رجل اعمال اللي بينادي بيها فخامه الرئيس. باشمهندس، لو وجهنا رساله لكل مستثمر، اذا كان مصري او عربي او اجنبي، عاوز يستثمر، وانت جربت الاستثمار في مصر، تقول له ايه؟ المستثمر العربي اقول له تعالى بلدك، بلدك واعده، تمام، امنه، مستقره، تمام، اتفضل تعالى بلدك، تمام. المستثمر الاجنبي اقول له تعالى البان مفتوحه في وسط اهلك، في وسط ناسك، مع رئيس دوله قوي، مع جهه تنفيذيه قويه، تمام. الرسالة التالية لمعالي وزير الصناعة والتجارة. معالي وزير الصناعة والتجارة، خلي باله مننا شوية، كبداية استثمار في مصر، تمام، وبداية صناعة، يحاول يعني يدعمنا سنة كمان، هو راجل مش مقصر، تمام، والوزارة مش مقصرة، ولكن عاوزين مزيد، تمام، عشان نوصل للعالمية اللي كنا بنتكلم في عضلك في بداية الحلقة، اللي هنوصل للعالمية، تمام، فلازم الوزراء السلطه التنفيذيه تساعدنا، تمام، الرئيس بيساعدنا، احنا عايزين السلطه التنفيذيه تساعدنا. شركاء النجاح، شركاء النجاح طبعا على صهم الاستاذه صفاء رمضان، تمام، دي شركه نجاحي ورفيقه دربي، تمام، وبعديها يليها الاستاذ محمد يحيى والاستاذ ياسر، كلهم في مكانه، الاستاذ ياسر سالم والاستاذ محمد يحيى والبشمهندس سعد والمهندس هاني والمهندس ما نسوش احمد اسماعيل، من الناس اللي ساعدتنا ووقفت معانا وماسك الانتاج، ويعني وجه الشكر طبعا على رأسهم في الاول وفي الاخر. ممكن ناس تقول انت مع الدوله، مع الدوله، بس انا اول من قال تعالى وله فضل في هذا الكلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نادى بالشباب ونادى بالصناعه، طبعا. احنا ناس بتوع الصناعه ما نقعدش بره، احنا خريجين هندسه عشان نطلع بره، احنا نخدم بلدنا، تمام، واللي مش محتاجه بلده اتفضل، وده دور كل واحد مصر. طب انا البلد مش محتاجاني، تمام، اتفضل، لكن انا بلد محتاجاني دلوقتي، واحنا واقفين مع الدوله، واقفين مع النظام ورا الدوله. الى نقول خطه البيع بالنسبه لشركه اعمار مصر الحديثه. خطة البيع في الشركة طبعا بناء على تفكير المهندس محمد زكريا وكلامنا مع بعض والجولات اللي عملناها والسيرفي اللي عملناه في السوق، وان احنا عشان برضو عندنا جزء خاص بالتصدير، فبنخاطب المحلي والتصدير مع بعض، بدليل ان احنا عملنا المنتج بتاعنا لكل واط لون مختلف، اللي هو الفكر الاوروبي. حضرتك هتبص على اي شركه عالميه هتلاقي ان كل منتج لون مختلف، انت مش محتاج تمسك كل منتج وتقرا ده ايه او مكوناته، لا انت عارف ديت فبقى النوع اللي انت عايزه هو ايه اللون، هو العلامه اللي انت عايزها او السايز اللي حضرتك محتاجه والوات اللي انت محتاجه، تمام، وبناء برضه على مصداقيتنا للعميل واحنا نازلين السوق ان اللمبه دي ليها ثقه، اللمبه دي يعني تشتريها وانت مطمن ان العلبه الوحيده في السوق اللي عليها عنوان المصنع، عنوان المصنع، عنوان الاداره، التليفونات، تمام، واي شكاوي طبعا، التليفونات، شكاوي واتساب، تمام، والاداره، تمام، ليه حضرتك اشتريت المنتج، في اي حاجه،
حتى التاجر ما رضاش يغيرها لك، قال لك لا اصل مش عارف ايه، لا هيتصل بينا احنا ده منتجنا احنا مسؤولين عنه. تشتري الحاجه وانت مطمن. احنا حضرتك لقينا مساعده من جميع الجهات الرسميه في الدوله، وخصوصا هيئه الصناعه وهيئه الاستثمار، والحمد لله اسسنا الشركه في كل سهوله، يعني الحمد لله لقينا تعاون من المسؤولين في الدوله. اكيد اي شركه لازم الشركه القانوني ده بيبقى متواجد فيها. اعمار المصريه الحديثه تواجدها القانوني في الكيان الدوله. والله احنا عملنا الشركه في هيكله ومنظومه متكامله، وبدانا من الصفر، يعني جبنا اللمبات نفسها فككناها. طبعا الباشمهندس محمد زكريا خبره في مجال الكهرباء بما انه مهندس كهرباء اساسا، ففككها حته حته لغايه ما توصل للمنتج اللي احنا توصلنا له. اما بالنسبه للشق القانوني الحمد لله ما واجهناش اي صعوبه في مجال القانون. على اسمي